قالت الرحيم Nabi Yunus.
Yeah.
Allahumma ya Rabbi, 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 ya Rab
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, hadirin sidang majelis shalawatan, alhamdulillah kita berkumpul lagi di majelis shalawat ini, istiqomah di malam minggu bersholawat. Dan kebetulan malam ini sudah memasuki malam satu mulut atau satu rokiul awal. Jadi berkesempatan untuk lebih lagi mengagungkan. Mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan keberkahan dari bulan mulut dan diberikan rezeki oleh Allah. Amin. Dalam hatinya bisa mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit atau yang sedang mendapatkan ujian atau cobaan, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah, berkahnya sholawat, berkahnya bulan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dhurriyatihi wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم اجمعين اعاد الله علينا من شفاعتهم وبركاتهم وكرامتهم في الدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشهير وصاحب مولد اتباعي الشيخ عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن أحمد وصاحب مولد سمط الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة بنية القبول وتام كل سوء ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جاذبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاء والموت على الدين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في الشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Thank you.
أستعين بحول الله تعالى وقوته القوية Oh.
Sorry, what?
شفيعنا ومولانا محمد وصلى وسلم وبارك على الله تعالى عنه وصحابه رسول الله محمد اللهم يا كاسد اليدين بالعطية يا من إذا رفع إليه الكفر عن ذي كفاءة يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأسدية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند المنام إلى قدرته القدومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشق ضياء ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله قواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا أنفسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لأخلص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأجواء القلبية وتحقق لنا من الأموال من الأمال ما نجدك تمانة وتكفينا كل مدهمة وبرية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدنيا لنا من حسن اليقين قطفا دانية جميلة وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية فلكل راج ما أمن له فيك رجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم من الروعات وأصله الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبع سبع ورباع واغفر للناس جهاده البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنج نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل عن مقربين ومنقله وسهنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيا ولكل ولكاتبها وقارئها ومن صرخ إليها سمعه أصفر اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما شنفت الأذان من نصه الذري وبأقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بوقود هداه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Alwi.
cepat ini bisa sama cinta bisa. Thank you.
bangga kepada Allah. Thank you.
di Al-Qawbana Padalilu Awalun Walisalahu Asirun Bahwa Anjarul Asirati Kairu para orang jadi akhirat Masih wakil Alamtum Asirul Ayati Abri Muslimin, masa muslimin ukur lah tak payah.